الشاب حسني من البداية إلى لحظة الاغتيال قصة فنان لم يكن عاديا حتى لحظة وفاته عندما ارتمى مبتسما في أحضان الذي اغتاله رميا بالرصاص. بعد 20 سنة من رحيله تبقى حادثة اغتياله لغزا محيرا تصاحبه تساؤلات عديدة بحثت فيها قناة البلاد في هذا التحقيق مع مقربين من الشاب حسني وبعض الأصدقاء ورجال الثقافة والأدب لمعرفة الملابسات الحقيقية لعملية الاغتيال وماذا وقع فعلا في ذلك اليوم بحي قنبيطة بوهران. قال لي محمد شاشنقر، قال لي هذا نكلو به الخبز، قال لي هذا اللي كان يدير كاسة طرح، قال لي عاود تبعني كان تبع فيه. بعد قال لي شيخ هوصي ساكم مش لسوفرنس، قلت له هذه هي ندير هذا. أنا تقنوت حتى نسمع الرجال هذو الرجال يقول لي أعطيني حبة أسبرين، أعطيني حسني اسمينا أسبرين باش يجي عمري صانو. قلت له لو كان نقول لك باللي لا ربي كتمنا على 15 سنين نروح لأمريكا، قلت عشان نديرو؟ قال لي سي سي سير نمشي ما تخلصنيش. نقول له حسن تغني غير على الموت، يقول لي حسن مشي ديفوني راه فاهم العقليه يا هضرو منا كان منا حسني مات حسني ضربوه وصلوا له مشاكل حسني معروفه. ترقبوا الجزء الاول من الشاب حسني يوم الاغتيال سهره الخميس على الساعه 9 ليلا عبر قناه البلاد.